ناس كتير بتسأل ليه سبيروس باتس اختاروا لها الاسم ده بالذات، ما كان قدامها اسامي كتير تانية اسهل من كده. بس الحقيقة بقى هو ما كانش فعلا قدامه الاسم، لان ده اسم صاحب الشركة اصلا، الخواجة اليوناني سبيروس باتس، لان جه مصر واستقر فيها وعمل المصنع ده سنة 1920، وده كان اول مصنع للمياه الغازية في مصر. وليه المصريين سموها بالمشروب الدبانة؟ ده علشان الشكل المرسوم عليه، وهي الحقيقة نحلة، بس المصريين زمان شافوا انها دبانة. بس الحقيقة انها الخواجة سبيرو حط النحلة دي في الشعار بتاعه، لان اصلا عيلته في اليونان كانت عندها اشهر مناحل العسل هناك، فقرر انه يجيب النحلة بتاعته من اليونان الى مصر. انتشرت سبيروس باتس في السوق المصري، بس في السبعينيات بدأت يقل تواجدها في السوق المصري بشكل غريب، لحد ما رجعت تظهر تاني على الساحة دلوقتي، وسبحان الله بقت دلوقتي أشهر دبانة في مصر.